طلبت رئاسة الجمهورية اللبنانية من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وذلك غداة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد نحو أسبوعين من احتجاجات طالبت برحيل الطبقات السياسية. فتحت الطرق، لكن الأزمة السياسية والاقتصادية التي شلت لبنان لنحو أسبوعين لا تزال تراوح مكانها وتبحث عن منافذ للحل. نحن هلأ على الرينج هون قررنا جماعة الرينج ومع كل التجمعات أنه نحن نكون موجودين على الجنب على الطريق، نكون جاهزين دايما لكل شيء رح يصير، قرارات سياسية داخلية أو رح تبين للإعلام، لا نرجع نتحرك دغري من بعدها ونسكر الطرقات. منوجه دعوتنا لكل العالم يوقفوا معنا، ونحن بدنا نكسب العالم لإلنا، ما بدنا نخسر العالم. استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حققت مطلبا من مطالب المحتجين الذين افترشوا الأرض وقطعوا الطرق على مدار الأسبوعين الماضيين، لكنهم اليوم يترقبون المزيد. طلبوا منا نفتح الطرقات من بعد ما عملوا لنا مطلب أساسي ومهم لنبلش، حنفتح لهم طرقات يوم 2-3 اللي هي ما حققوا اللجنة التكنولوجيا اللي عم نطلب فيها، حنرجع ننزل نسكر الطرقات. يعني ما تفكروا هيدا بس للجيش اللبناني اليوم، وكرامة للجيش اللبناني، ولأنه عن جد نحن كمان محتاجين أنه نرتاح شوي. المحتجون يطالبون بتشكيل حكومة اختصاصيين أو تكنوقراط تدير البلاد في مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ويأملون أن تكون في ذلك أولى خطوات انتشال بلادهم من أزمة اقتصادية خانقة وسياسية معقدة. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلنا إسماعيل السيلاوي ليطلعنا على وضع الشارع اللبناني اليوم. إسماعيل مساء الخير. استقال رئيس الحكومة سعد الحريري واليوم خرج ليعلن استعداده لتولي حكومة جديدة لكن بشروط، كيف رصدت ردود أفعال الشارع اللبناني على هذه التطورات؟ نعم، اليوم مع بداية اليوم الرابع عشر للحراك اللبناني عم الهدوء شوارع العاصمة وشوارع كافة المحافظات التي شهدت إغلاقات وشهدت عصيانا مدنيا في الأيام السابقة. انسحب المتظاهرون من الشوارع وفتحت المحال التجارية والشركات الخاصة التي كانت قد أغلقت أبوابها، فتحت اليوم الأبواب مرة أخرى أمام الزبائن على أن يعود المتظاهرون كما قالوا إلى الشوارع بعد 48 ساعة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. قبل ساعة من الآن عادت إغلاقات الشوارع في بعض المناطق في طرابلس، في محافظة طرابلس ومحافظة صيدا والبقاع وفي منطقة خلدة أيضا في هنا في بيروت، ذلك بعد أن أجل مجلس النواب الاستشارة النيابية إلى الأسبوع المقبل. هنا في ساحة الشهداء كانت ردود الأفعال على كلمة رئيس الوزراء واضحة، أن هذا الحراك خرج لتغيير كافة الوجوه السياسية الحاكمة. اليوم الأعداد هنا في ساحة الشهداء الساحة الرئيسية للاعتصام قليلة مقارنة في الأيام السابقة. في طرابلس ساحة النور تشهد حاليا اعتصاما كبيرا وتظاهرا كبيرا على عكس هذه الساحة التي نقف فيها. أنباء عن استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات الخاصة والحكومية يوم غد، أيضا أنباء عن إعادة فتح المصارف أبوابها يوم غد سيكون هناك عمل داخل البنوك لترتيب المعاملات التي يعني تأخرت خلال الأيام السابقة. يوم الجمعة ستقوم المصارف بفتح أبوابها أمام العملاء وأمام المراجعون. يعني هذه هي الصورة بشكل عام هنا في العاصمة. الآن نأخذ ردود أفعال بعض المعتصمين على كلمة رئيس الوزراء وعلى إعادة فتح. ممكن بعد إذنكم شباب لحظة دكتور لحظة. طيب بداية ما في مشكلة، احنا حناخذكم الاثنين. بداية عادت الإغلاقات بعد هدوء عم الأرجاء على لبنان لمدة ساعات.
لماذا عادت الإغلاقات؟ أولا الثورة هي مستمرة أصلا، ما توقفت الثورة، كان هي عبارة عن عملية إعطاء فرصة للحكومة. الآن صار في تأجيل للاستشارات النيابية اللي هي مفروض كانت تكون اليوم وبكرة، صار في تأجيل إلى الأسبوع المقبل من دون تحديد حتى اليوم الذي ستكون فيه الاستشارات النيابية. هذا مما عاد غضب الشارع، لأنه الشارع كان منتظر ثورة، منتظر حكومة جديدة، منتظر شيء معين جديد، تنازل تعطيه السلطة، مش تنازل بالأحرى، منتظرين حكومة تكنوقراط حقيقية بدها تصلح الفساد الموجود اللي من أجل محاربته قامت الثورة. الآن الناس حسوا أنه لا، الأمور مش بهاي الطريقة هيدي. ثانيا المطالب اللي حصلت، هو شعار الثورة هيدي كان اسمه كلهم يعني كلهم، للأسف اليوم أنه والله عم تطلع الأمور فقط في عملية الحكومة، وهذا مش هو الطلب، لأنه سابقا كتير تعدلت حكومات وسقطت حكومات والفساد ضل هو. اليوم الناس عارفة أنه لا، الإسقاط الحكومة ليس هو فقط الأمر الذي ينهي وينجز الفساد. شكرا. مداخلة سريعة، الرئيس الوزراء اليوم قال سريعا، نريد، قال بأنه سيعود إذا كانت هناك حكومة تكنوقراط. ما هو رأيك؟ لا هو مرفوض، وكل الوجوه السياسية القديمة والأحزاب السياسية ممنوع ترجع على الحكم، هذا شرطنا الأساسي، لأنه في مثل بيقول لك المجرب مجرب عقله مخرب. فنحن مش مهبيل هون بلبنان، عندنا نحن طاقة كبيرة لبنانيا، بكل دول العالم بصيروا شخصيات مهمة إلا بلبنان مدعوس على رأسهم. يعني نحن طلعنا من العباءة الطائفية، طلعنا من العباءة الحزبية اللي نحن لابسينها. امبارح انتصرنا انتصارين، انتصار كان فيه تحريض على الطائفة، هيدي طلعنا منه امبارح، ما صار فيه طائفية، هيدي انتهت، لا رجعة لها. وكمان نحن اعطيناهم مجال للحكومة، ما فيك تضلك حامل عصاي وتضلك تخبط، ما كمان نحن بنتعب. نعم، وسنتابع معك مراسلنا اسماعيل السلاوي من العاصمة اللبنانية بيروت.